الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حكت لنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذا إن دل فإنما يدل على عنايتي واهتمامي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر، وسر العناية أنه صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتحرى ليلة القدر التي قال الله في شأنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وحكت لنا السيدة عائشة وروت رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول عن حاله الشريف: إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. من العجائب أن العلماء تكلموا في كمال النهايات، قالوا: نقصان البدايات قد لا يضر، أما العبرة بكمال النهايات، وهذا أمر في غاية الأهمية. إذا كنت قد قصرت في بداية الشهر، إذا كنت قد فرطت في طاعة من الطاعات، إذا كنت يعني أهملت في قيام الليل، نقصان البدايات قد لا يضر، إنما العبرة بكمال النهايات. وانظر إلى حاله الشريف صلى الله عليه وسلم: شد مئزرة، هي من ألطف الكنايات عن الجماع، وأحيا ليلة وأيقظ أهله شفقة منه صلى الله عليه وسلم لتحري هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر. والحقيقة السرعة في الاجتهاد في العشر الأواخر مطلوب، لأن الله عز وجل لما وصف الشهر الكريم إجمالا قال: أياما معدودات. سرعة انتهائه، نحن في بداية الشهر نقول قد أقبل شهر رمضان، وعند دخول العشر الأواخر نقول: ها هو رمضان قد أوشك على الانتهاء. رمضان يمضي بسرعة عجيبة، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، يعني انتبهوا إلى سرعة أوقاته. ولهذا قال ابن هبيرة الوزير التاجر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وكان سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه يقول: الأنفاس جواهر، النفس الذي خرج منك جوهرة لن يعود مرة ثانية. فإذا كانت هذه الأنفاس في العشر الأواخر، وإذا كانت هذه الأنفاس التي تمضي عليك وأنت في ليلة القدر، كيف يليق بك أن تنام؟ كيف يليق بك أن تهمل الطاعة؟ كيف يليق بك أن تقصر في حق نفسك؟ لا أقول أن تقصر في حق الله أو في جنب الله، ولكنك أنت قد قصرت في حق نفسك بإهمالك لهذه الليلة المباركة التي أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها إنما تكون في العشر الأواخر. فكان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، رغم كل هذا كان يجتهد في العشر الأواخر ليعلم أمته فضل هذه الليلة المباركة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة، كناية عن الاجتهاد في العبادة والاستعداد لليلة القدر، وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالمطلوب منك زيادة منسوب العبادة والطاعة في هذه العشر الأواخر. تفضل يا دكتور. كمل. وليلة القدر التي أخبر الحق سبحانه وتعالى عنها يكفيها شرفا أن القرآن الكريم قد نزل فيها، وهذه من الكرامات لليلة القدر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ففي هذه الليلة
أنزل القرآن الكريم. ثانيا، في هذه الليلة المباركة يقدر الله عز وجل فيها ما كان في اللوح المحفوظ وما يكون في السنة القابلة، يكون أمر من الحق سبحانه وتعالى للملائكة يعطيهم الأقدار المكتوبة في السنة القابلة. وقد ورد في القرآن الكريم في حق هذا الأمر: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. من الكرامات لليلة القدر أنها خير من ألف شهر، فقد قال ربنا سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. من الكرامات لهذه الليلة المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد وقف العز ابن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه عند هذه العبارة وقال: إن الله عز وجل قد يسيب الثواب العظيم على العمل القليل، وقد يسيب الثواب العظيم على العمل الكبير الشاق. يبقى نفس الثواب على عمل قليل ونفس الثواب على عمل كبير. ثم استدل بهذين الحديثين، وهو: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى قيام الشهر كاملا إيمانا واحتسابا النتيجة هي غفران الذنوب. ومن قام ليلة القدر، هذا هو الحديث الثاني، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ليلة واحدة وهي ليلة القدر أعطتك نفس الثواب والأجر الذي ستناله إذا قمت الشهر كاملا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: لقد دعا سيدنا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا، أي الصحابة، كل الصحابة أجمعوا أنها في العشر الأواخر. وقد كان من الدعاء الذي أوصى به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما سألته عن ليلة القدر، قال لها: قولي فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أمين. ومن علامات ليلة القدر كما جاء عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقها: هي ليلة طلقة سمحة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء كأنها تشبه القمر. إذن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم علامات تدل على ليلة القدر، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. المطلوب منا هو الاجتهاد لنيل هذه الليلة المباركة. وأقول إن هذا الأمر إنما يكون لمن تعود على قيام الليل، يعني ينبغي عليك أن تتعود أولا على قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه إذا كان ثلث الليل، وفي رواية إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يعني نزول رحمة، فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقيام الليل فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني كان من عادتهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم
وفي رواية أنه قال: ومطردة للداء عن الجسد، يعني الذي يحافظ على قيام الليل ولو ركعتين. الله عز وجل يطرد الداء عن جسده ويطرد الأمراض من جسده طرداً ببركة قيام الليل، ونحن قد شاهدنا ذلك مع كبار السن الذين قد جاوزوا 80 ببركة صلاة الصبح في جماعة، إن الله عز وجل قد حافظ لهم على أبدانهم وعلى صحتهم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. قيام الليل هو شرف المؤمن، وعزه استغناؤه عن الناس. فالمؤمن كيف يليق به أن يترك شرفه، أن يترك هذا الشرف؟ ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: من تعار من الليل، يعني من استيقظ فجأة من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله. وفي رواية أنه قدم: سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دعا استجيب له، يعني من قال، من قام من الليل فجأة فقال هذه الكلمات القليلة، فإذا دعا الله استجيب له، وإن قام فصلى قبلت صلاته. ولهذا أخبرنا العارفون بالله وأخبرنا أهل الله أن قيام الليل إنما يكون بسبب الطاعة، كما قال بعض الصالحين لمن طلب منه أن يحرص على قيام الليل، قال له: لا تعصه بالنهار، يعني لا تعصي ربك بالنهار، فإنك إن لم تعصه بالنهار أقامك بين يديه بالليل. وقال بعضهم: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة كاملة بذنب واحد، حرم قيام الليل سنة كاملة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم وحببنا وحفزنا أن نقوم الليل، فقال: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وهذه سهلة يسيرة على النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعودنا دائما أن نبدأ بالسهل وأن نبدأ بالعبادة الخفيفة. فهو صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل بدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، هذا يكون أيسر على النفس وأسهل عليها. من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. لا يفتح عليك. إذن لكي نحافظ على قيام الليل، وخاصة في العشر الأواخر، وخاصة لكي نتحرى الليلة المباركة ليلة القدر، ينبغي علينا أن نبتعد عن المعاصي والآفات والذنوب، أن نبتعد عن هذه المعوقات. فقد حدثنا أبو سليمان الداراني رضي الله عنه وأرضاه، ولننتبه إلى هذه العبارة، قال: أهل الليل في ليلهم، يعني أهل قيام الليل، يعني الذين يحافظون على قيام الليل دائما، أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في لهوهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة نظر إلى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هذا الرجل المبارك ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما امتدح، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يعني لو زاد هذا الجمال جمالا فحافظ على قيام الليل. فكان عبد الله بن عمر
محافظا على قيام الليل. وبعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لم يترك قيام الليل بعدها. إذن نحن بحاجة إلى مزيد من العبادة، إلى مزيد من الاجتهاد، إلى مزيد من الإقبال على الله، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم، نحن بحاجة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نستثمر هذه العشر الأواخر لرفع البلاء ولكشف الغمة، وخاصة وقد حرمنا من الصلاة في المساجد. أقول لا بد وأن نضرع إلى الله عز وجل، أن نلجأ إليه وأن نسأله بقلوب مخلصة أن يعيد الأمن والأمان وأن يعيد العفو والعافية، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. فبحق هذه الأيام الصعاب علمتنا الكثير من الدروس، وعلمتنا كيف نصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وكيف نقبل عليه سبحانه وتعالى، وكيف نشكر النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن رب هذه الليالي هو الحق سبحانه وتعالى، ورب رمضان، ولأن رب رمضان هو رب باقي الشهور. فالإنسان الحريص على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الحريص على الشوق وعلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن هو يقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى، لا يهمه أن هو يقيم الليلة الوترية أو غير الليلة الوترية. وأقول كما قال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم الذين يقومون الليل ألز من أهل اللهو في لهوهم. وخاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة، أنت هتقعد تعمل إيه؟ أنت هتتسحر وهتقوم للسحور وهتوقظ أهلك، أنت كده كده صاحي، يبقى تغتنم هذه الفرصة. ربما جاءت ليلة القدر في ليلة أنت لم تقم فيها، ماذا تصنع؟ يبقى حرمت، من حرمها فقد حرم الخير كله. يبقى لازم تكون عبد، والعبد هو الذي يقوم بوظيفته وبمهمة العبودية على الدوام، لا أن يتخير، كما قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، أن الله وضع لك العبادة في أوقات مخصوصة، وضع لك الخمس صلوات، فلا بد وأن تؤدي حق هذه العبادة كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما كلفك. وعلى العبد أن يقوم بوظيفة العبودية، والرب سبحانه وتعالى يقوم له بالقسمة وهي الرزق، لأن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دي وظيفته، هذه وظيفتك، الصلاة العبادة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله هو الذي تكفل لك بالرزق. فعلى العبد أن يقوم بوظيفته وهي العبودية، والسيد أي الرب سبحانه وتعالى يقوم له بوجود القسمة، كما نص على ذلك الشيخ ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه.